نعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة واشنطن. كريم يسري، أرحب بك من جديد وأسألك عن هذه الأسماء، خمسة أسماء بارزة هتكون موجودة في فريق الرئيس المنتخب جو بايدن تعود لحقبة باراك أوباما. أسمع منك تفاصيل أكثر. بالتأكيد تحدثت عدة وسائل إعلام وصحف أمريكية عن أسماء مشابهة لما كانت تتحدث عنه منذ أكثر من عقد من الزمان. تحدث عن خمسة أسماء تحديدا استعان بهم بايدن في فريقه الجديد، كانت على مستوى الوزارات أو كانت على مستوى الفريق الاقتصادي أو السياسي أو حتى في وزارة الدفاع الأمريكية. وبالتالي ربطت الصحف الأمريكية بين سيطرة باراك أوباما على جو بايدن من في حين عرض تلك الأسماء، لكن تحدث المقربين من بايدن عن أن بايدن في حقبة باراك أوباما كان نائب الرئيس وبالتالي له علاقات جيدة للغاية كل اعضاء الفريق الرئاسي الخاص بباراك اوباما، ويعتقد انهم الانسب خلال تلك المرحله الحرجه للغايه من التاريخ الامريكي خاصه على المستوى الاقتصادي. نتحدث عن تلك الاسماء، مثلا سوزان رايس والتي ستكون مستشاره الامن، كانت مستشاره الامن القومي بالنسبه لباراك اوباما، ربما ستكون هي سفيره بالامم المتحده للولايات المتحده الامريكيه. نتحدث عن بات دينيس وهو كبير موظفي البيت الابيض السابق حقبة اوباما، سيكون هو مرشح وزير شؤون المحاربين القدامى في حكم بايدن. نتحدث ايضا عن توم فيلسك وهو وزير الزراعه في عهد اوباما، سيكون هو ايضا وزير الزراعه في عهد بايدن. وكاثرين تاي وهي ممثل تجاري للولايات المتحده، اكيد كل تلك الاسماء كانت تتواجد بحقبة اوباما وستكون متواجده ايضا في حقبة بايدن. نتحدث ايضا عن السيد او الجنرال السابق لويد اوستن، الجنرال المتقاعد الذي كان يرأس الاداره المركزيه بالنسبه للبنتاغون الامريكي، وتلك الاداره مسؤوله عن عمليات الجيش الامريكي في الشرق الاوسط، يعود مره اخرى بعد تقاعده ليرأس البنتاغون الامريكي او وزاره الدفاع الامريكيه في عهد بايدن، وسيكون هو اول امريكي من اصول افريقيه كوزير للدفاع في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. شادي تأكيد يعني جدالات كثيره تخرج بين انصار بايدن وانصار ترامب، حين اعتقد ترامب او يؤمن ترامب ان حقبه اوباما كانت هي الاسوء في التاريخ الامريكي، وبالتالي يذكر دائما وانصار يذكرون على ان كل الترشيحات التي خرجت من بايدن ستعيد امريكا الى ايام لم تكن هي الافضل بالنسبه لتاريخها في الثماني سنوات الخاصه باوباما. لكن في الجهة الأخرى نرى أن الصحف والوسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن أن فترة باراك أوباما كانت أفضل كثيرا إن كانت على المستوى الاقتصادي أو السياسي بالنسبة لأمريكا مقارنة بفترة ترامب، وبالتالي الأسماء المرشحة بالنسبة لجو بايدن هي أسماء واقعية للغاية ربما ستحظى بتأييد الكونغرس الأمريكي. نعود إلى الإدارة الموجودة حاليا، إدارة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والذي أعلن رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مصدى هذا القرار عندك كريم؟ يعني بداية شادي نبارك لأشقائنا السودانيين بصدور هذا القرار على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والذي أعلن بالتأكيد أعلن عن رفع اسم السودان من الدول الراعية أو القائمة الخاصة بالدول الراعية للإرهاب والتي استمرت على مدار 27 عاما، نحو 3 قرون عانت بهم السودان كثيرا بسبب وضع اسمها على قوائم الدول الراعية للإرهاب والتي أدت لخسارتها على مدار تلك السنوات إلى نحو 300 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي. ونتحدث أيضا عن أن الديون الخاصة الديون الحالية الخاصة بدولة السودان نتحدث عن 60 مليار دولار. حقيقة ما كان يجرى على مدار الفترة الماضية 45 يوما حينما أعلن دونالد ترامب أنه بعد 45 يوما من مخاطبة البيت الأبيض للكونغرس الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب سيتم الإعلان رسميا، وهو وفقا للدستور من حق دونالد ترامب اختار الكونغرس ولا ينتظر موافقة الكونغرس الأمريكي على تلك القرارات، وبعد صدور 45 يوما من حقه الإعلان وهو ما حدث فعليا اليوم بعد إعلان مايك بومبيو هذا القرار. أكيد صدى القرار بالنسبة ل يعني الإدارة الخاصة الإدارة السودانية تحدث عن أن نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عبد الله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية السودانية يعني بالتأكيد مباركته لهذا القرار وفرحته
بالنسبه لهذا القرار سيساهم بشكل كبير في العمليه الديمقراطيه في السودان. نتحدث ايضا عن الاخبار او التغريدات التي خرجت عن رئيس مجلس السياده الانتقاليه الفريق عبد الفتاح البرهان، والذي تحدث ايضا عن اهميه هذا القرار في مثل هذه المرحله، وان السودان ستعود مره اخرى لعلاقاتها الجيده مع الدول العالميه او الدول في مختلف انحاء العالم. وهو قرار هام للغايه. الصدى الخاص بهذا القرار يتعلق بموافقه الكونغرس حقيقه شادي، لان الكونغرس الان يناقش هذا القرار ولم يتم الاتفاق باغلبيه عليه حتى الان. نتحدث عن ان الاغلبيه او الاقليه حقيقه الديمقراطيه في مجلس الشيوخ بقياده تشاك شومر او السيناتور تشاك شومر يتحدث عن فرض قانون يكلف السودان نحو 335 مليون، هي ربما تعويضات لأسر الضحايا الخاصة ب 11 من سبتمبر عام 2001، وهو انهيار برجي التجارة الأمريكي. ونتحدث في مثل هذه النقطة تحديدا عن النظام السوداني السابق كان يأوي ربما قيادات الإرهاب على مستوى العالم، أبرزهم أسامة بن لادن زعيم القاعدة. وبالتأكيد على مثل هذا القرار، يعني ما يعني تلك الأفعال أدت إلى خروج تشاك شومر وحديثه عن فرض غرامات أو يجب أن تدفع السودان تعويضات لضحايا حادث 11 من سبتمبر. وتلك النقطة تحديدا هي ما تطال حاليا بشأن الملف السوداني في الكونغرس الأمريكي. ولكن في النهاية نبارك لأشقائنا السودان حصولهم رسميا من الإدارة الأمريكية على رفع اسمه من قوائم الدول الراعية للدولة. أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم يسري، كنت معنا من واشنطن على كل هذه المعلومات. وعطفا على أخبار الولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن إجراء طبعا أول تطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة، ويهنئ بلاده ودول العالم أجمع بهذا.